علي بن ابي طالب ما يضرب، واذا يضرب ايده تضرب المكان الذي لو كان لله يد لاستعمل يده فيما استعمله علي بن ابي طالب. هذا المعنى. احنا اذا نقول علي يد الله، علي اذن الله، علي عين الله، الله ما عنده عين، ولكن لو القضيه لويه كما يقول العلماء، لو كان لله عين لاستعملها فيما استعمله امامنا وسيدنا علي بن ابي طالب، لانه يمثل الله على الارض، لانه خليفه الله على الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. هل نحن نطبق هذا؟ الحمد لله رب العالمين، نحن نحمده على نعمائه. الرحمن الرحيم، مرة أخرى نعود للرحمة. ثم اهدنا الصراط المستقيم. فهل نحن نمشي على الصراط؟ طبعا نحن على الصراط المستقيم، لكن هل نحن نمشي بأنفاسنا وأعمالنا 100% على الصراط المستقيم؟ ما نقول نحن معصومون، نحن لسنا معصومون، لكن الصراط المستقيم هو الإمام علي سلام الله عليه. الصراط المستقيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا كان إيمانك أنت المؤمن يحتاج إلى الصبر، ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإحنا إيماننا هذا إيماننا نحن، فأين نحن من إيمان الإمام؟ أين نحن من إيمان علي أمير المؤمنين؟ وما يصح هذا التعبير، خطأ، لأن الإمام هو الإيمان. ما أقول إيمان علي، لا، هو الإيمان. الآن لا يوجد شخص أو آية أو مخلوق أقوى من الإمام روح له الفداء. هو آية الله الكبرى، ما في آية أعظم منه، هو إمام زماننا الآن. لأن القرآن يتحدث عن الإمام أن الله يجعل كل قوة في الوجود في الإمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا جبرائيل ولا ميكائيل، هذه القوة اللي خلقها الله، لأن لا يمكن أن يكون جبرائيل أعظم من الإمام، ولا يمكن أن يكون ميكائيل أعظم من الإمام. هذه عقيدتنا، عقيدة صحيحة من أهل البيت، ولا يمكن حتى العرش، لأن الله خلق العرش واللوح والقلم من نور محمد وأهل بيته. هذه خطبة ينقلها ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي الجزء الأول. بعد أن ينقل الخطبة يعلق عليها، يقول هذه الخطبة لو اجتمع جميع الأنبياء، خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لو اجتمع جميع الأنبياء بشرط أن لا يكون فيهم أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن يخطبوا مثل هذه الخطبة. يستثني منه أنبياء أولي العزم. والنصر عندما يأتي إلى شرح هذه الخطبة في أصول الكافي يقول بل حتى لو كان فيهم أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن يخطبوا مثل هذه الخطبة. التفتوا جيدا، نحن اعتقادنا في أئمة أهل البيت ما حتى الشك في هذا المعنى، وهذا المعنى ثابت عندنا بالتواتر القطعي. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يهمنا شيء، وقال لا يهمنا، نحن علينا بيان هذه الحقائق. من أراد أن يقبل منا هذه الحقيقة فليقبل، ومن لا يريد أن يقبل هو ربه، لا علاقة لنا. مثل هالليلة كان الذي ناس اجوا في هاي السنية، عندي خواطر الذي اخذوا الحوائج العجيبة والغريبة، هاي الفتاة اللي جابوها من القطيف هنا بقاعة بالفضل العباس، جابوها دخيل كان بيها لوكيميا، لوكيميا الدم، مرض الدم، واعطوها شوي من تربة الحسين، رجعت الى بلدها السليمة والحمد لله. واخوها خابرني خاتم الأنبياء رسول الله يقول: ألا ومن زار الحسين عارفا بحقه فقد زار الله في عرشه، أو كان كمن زار الله في عرشه.